السلام عليكم، ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. انا اسراء مجدي، والنهاردة هنشرح محاضرة خفيفة لطيفة بعنوان General Management of the Poison Patient. تخيلوا معايا نفسكم دلوقتي كده وانتوا واقفين في الاستقبال، بعد ما خلصتوا سنة خمسة خلاص واقفين في الاستقبال، ومرة واحدة دخل عليكم مريض ومعاه اهله حواليه وبيصوتوا ويصرخوا ويقولوا الحقنا يا دكتور الحقنا يا دكتور، ده بلبع برشام الدواء كله والعيان دخل في غيبوبة ومش راضي يصحى خالص، يا ترى هنتصرف ازاي وايه اهم حاجة ناخد بالنا منها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في المحاضرة. اهم اول حاجة لازم نتعامل معها كدكاترة واحنا واقفين، ان احنا نتعامل مع البيشنت as a patient مش as a poison. يعني ايه؟ يعني انا لو جالي بيشنت مسموم بس هو كان دخل في كومة والحالة بتاعته سيئة جدا، انا ما روحش ادور اول حاجة انت خدت ايه وخدته ازاي وعملت ايه، لا، الحاجات دي هسألها بس مش هسألها دلوقتي. فانا اول step ان انا treat البيشنت not the poison، اخلي في دماغي treat the patient not the poison not the poison. يعني انا مش بعالج السم، انا دلوقتي هعالج العيان اللي دخل. انا اول حاجة اول ما العيان يدخل لي لازم انا اعمل قرار كده بيني وبين نفسي، هل العيان ده stable ولا unstable؟ طيب انا stable او non-stable هحددها على بناء على ايه؟ لو هو stable يبقى هو الحالة مستقرة. مستقرة ازاي؟ يعني العيان good conscious state، الفيتال ساينز بتاعته كويسة، السيمتوم اسيمتوماتيك او مايلد سيمتومز، الموضوع بسيط خالص. فالفيزيشن او الدكتور هنا هيحوله لمركز السموم بكل بساطة، يعني انت هتقدر تمشي على رجلك وتروح مركز السموم، اتفضل روح لمركز السموم، انت مفيش منك قلق. لكن العيان لو كان جاي في صورة unstable، الحالة بتاعته سيئة، الconscious level بتاعه disturbed من conscious level، الريسبيراتوري بتاعته function قليلة، داخل في شوك، الفيتال ساينز بشكل عام قليلة، فالفيتال ساينز زي البلوب بريشر او البلس او التمبريتشر او الريسبيراتوري ريت، كل دي فيها حصل فيها مشكلة، فلا خلاص اتعامل مع الحيان دوت في صورة ان هو عيان طوارئ، لازم اتعامل معاه بسرعة ولازم القرار يكون سريع ولازم اتدخل بصورة سريعة عشان انقذ حياة العيان ده. فان احنا نحول العيان من حالة unstable لstable، ده دورنا وده كل دورنا في الامتياز ان شاء الله، ان احنا نعمل stabilization للعيان، ما نخليش الحالة تسوق، ومحن مش هنقدر نعالج السم وممكن ما نعرفش هو السم ايه، لكن الاهم حاجة ان احنا نعمل stabilization. فهنمشي معاه مع كأنه هو حالة طوارئ خالص، هنعمل emergency stabilization، اللي هي بقى لو حد فيكو حضر كورسات الفيرست ايد هتلاقي اول حاجة ال A B C D E، مثلا عيان حصل تروما A B C D E، هي ديت الحاجات اللي اصلا لازم نعملها مع اي حالة emergency. فديت مش لازم تحتاج قوي جنرال براكت واحد، مش لازم تحتاج واحد متخصص في السموم قد هي محتاجة بس واحد ممارس عام يقدر يعمل استابلايزيشن لكل الفيتال ساينز اللي عنده. نبدأ معانا اول حاجة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي بقى ال A B C D E؟ A يعني airway، اشوف ال airway في obstruction ولا لا. ال B البريذنج، وما يعني التنفس، هل بيعرف يعني على الرغم ان الايروي ما ممكن ما يبقاش مقفول او حاجه، لكن هو مش بيعرف يتنفس كويس والاوتو ما بيوصلش للبلط، ده بيبقى المشكله في اللنج. والسيركيولاتوري اللي هي السيركيوليشن، الهارت شغال كويس ولا لا، البلد بريشر كويس، الهارت ريت كويس، الدروجز ديت اللي هناخدها بعد كده هندي فيها في تفصيل بعد كده، والامرجنسي ثيرابي اللي هنعملها. اول حاجه بس نطمن ان الايروي يبقى مفتوح. ايه من اسمها؟ اول حاجة نعملها ان يبقى في airway assurance، الايروي بتاعك مفتوح ولا لا. طيب ايه هو اللي يخلي عيان جاي بسم بلع اي حاجة ان الايروي بتاعه يبقى مقفول؟ هو العيان ده مش جاي في حادثة وهو جاي بسم، ليه ممكن يحصل obstruction للايروي في حالة poison؟ اول سبب واشهر سبب هو posterior displacement of the tongue. posterior displacement of the tongue ناتج عن ان ممكن العيان يكون في كومة، وممكن يكون واخد دراج عمله جنرال، يعني ان هو عمله skeletal muscle relaxation او muscle relaxation في جسمه كلها، او دخل في كومة، فكل الحاجات ديت ممكن تدخل العيان ان هو يبلع لسانه، او posterior displacement of the tongue، او واخد دواء تاني ممكن يكون الدواء ده بيزود السكريشن مع الكومة، مش عارف يطرد السكريشن فدخل في obstruction للايروي. كل الحاجات ديت فيتال، ليه؟ لان هي لو اضطربت اكتر
من 5 دقايق التيشو مش رايح لها اكسجين، البرين بتاعنا مش داخل له اكسجين، فممكن العيان يدخل يموت في اقل من ثانيه، ومع ان علاجها بسيط جدا ومش هياخد مني ثواني ان انا اعالج العيان وهندله، فكده انا انقذت حياه العيان. اول حاجه هعملها عشان اعمل الخطوه الاولانيه الشور ان الاير واي بتاعي مفتوح، ان انا هاكزامن الاوبر اير واي. اوبر اير واي هفتح بقه هشوف فيه اي سيكريشن في التانج جوه ولا بره. لو هو والله بلع لسانه والتانج جوه، اعمل له الجو تراست مانوفر او اي حاجه تساعد ان التانج بتاعه يخرج، او ان انا اعمل سبورتنج الجو. كل الحاجات دي بقيم في الاخر ان الاير واي بتاعه يبقى مفتوح. بعد كده مش هسيبه، لا انا لازم اتاكد ان هو قادر يحمي الاير واي بتاعه. ليه؟ لان العيان ده ممكن يكون في كوما، او ممكن يكون او يكون داخل في كوما. سواء في كوما او في داخل في كوما، الرفلكسات اللي بتحمي، البروتكتيف ريفلكسز اللي بتحمي الاير واي زي الكاف والجاج ريفلكسز، ما بتبقاش هو متحكم فيها ومتبقاش موجوده. فده انا ازاي هقيمها، ازاي اقيم العين ده قادر يحمي الايروي بتاعه ولا مش قادر يحمي الايروي بتاعه. والله الصراحه هنقيمها بالجلاس كوما سكيل. لو الجلاس كوما سكيل بتاعه اقل من 8، لا انت داخل في ناحيه الكوما، او ممكن تكون في كوما اصلا، فهركب لك تيوب، هركب لك اندوتراكيال تيوب. طب لو الجلاس كوما سكيل بتاعه اكتر من 8، انت الحاله بتاعتك ممكن تكون داخله شويه ان هي ستيبل. بس ايه، مش هسيبك كده، انا لازم احطك ايه في الليفت لاترال بوزيشن. ليفت لاترال بوزيشن عشان لو في اي سكريشن تنزل من بقه، لو الطنج ولا حاجه، عشان ما يحصلش بوستيرو ديسبليسمنت، واحط له ايه الاير واي بيس كده عشان ايه اطمن ان مجرى الهواء ومجرى التنفس مفتوح. ده ايه اول خطوه خالص، ان مجرى التنفس مفتوح. وقلنا نطمن عليها ازاي. اول حاجه هفتح بقه واشوف لو في اي حاجه سد مجرى التنفس، زي مثلا سكريشن، زي مثلا الطنج يكون بره، لو في سكريشن هشفطها، لو الطنج حصل بوستير ديسبليسمنت هعمل له جوتراث مانوفر. هطمن ان البيشنت قادر يحمي الاير واي بتاعه. هحكم عليها ازاي؟ هحكم عليها بالرفلكسات، بس مش اكيد مش هعمل الرفلكسات، هحكم عليها بالجلاس كوما سكيل. لو اقل من 8، لا انت محتاج تيوب. لو اكتر من 8، انت محتاج هندله ازاي؟ ليفت لاترال بوزيشن، واحط له اير واي بيس. طيب نيجي بقى لتاني حاجه، تاني كلمه اللي هي البريذنج، وهي عمليه التنفس. لو حصل فيها مشكله، يبقى انا متوقع المشكله يا اما في اللونج، يا اما بقى في الريسبيراتوري سنترز اللي موجوده في فوق. ما انت الاير واي بتاعك كويس ومفتوح، لكنك مش قادر تتنفس، يبقى فين المشكله؟ يا اما في اللونج بتاعتك، يا اما في الريسبيراتوري سنتر اللي موجود فوق. طيب لو شخص جالي، خلينا نتفق، لو شخص جالي عنده الكونشوس ليفل بتاعه في مشكله، disturbed conscious level، انا لازم اديله اوتو ماسك. انا ما اعرفش الخطه اللي هو واخدها او سبب disturbed conscious level ممكن يكون اثر على respiratory centers، فلازم اديله اوتو ماسك تحسبا لاي حاجه. وبعد كده بقى ايفالويت هو محتاجها ولا مش محتاجها، او محتاج اكتر منها، بس كانيشيشن كده بديله اوتو ماسك. بعد كده بقى كلينيكالي بقى انا بعمل ازاي ايفالويشن للبريذنج، كلينيكال ولابراتوري. احنا اتفقنا ان احنا قاعدين في المستشفى. كلينيكال انا بشوف البريذنج عامل ازاي، هل بيتنفس، صدره بيطلع لفوق ولتحت، انسبكشن، بيطلع لفوق ولتحت ولا لا. كمان بدور على علامات الريسبيراتوري فيلير. علامات الريسبيراتوري فيلير زي ايه؟ زي التاكيبنيا، زي الانتركوستال ماسل ريتراكشن. الانتركوستال ماسل ريتراكشن لان هو عايز ياخد ديب بريذنج مع الانسبيريشن، ياخد ديب بريذنج فيحصل ايه، ريتراكشن انتركوستال ماسلز، بس هو اصلا لنج مش شغاله. او ساينوزس اللي هو الزرقان بقى، يبدا يظهر الزرقان حوالين الماوس، يبدا يظهر الزرقان في التنج وكده. فالزرقان ده ناتج عن ان اصلا مفيش اوكسجينيشن، او مفيش اكسجين واصل للتشو. اللاب اللي انا هتاكد منها لاب، انا خلاص في مستشفى، انا حاجه بسيطه خالص هسحب منه عينه او اي بي جي. عينه اي بي جي دي هتقيس لي حاجتين، هتقيس لي البي او 2 اللي هو تركيز الاكسجين، بشر بتاع الاكسجين، والبي سي او 2
البي او 2 والله هيدل على حاجه الادكوسي اوف الاكسجينيشن، انت عارف تعمل اكسجينيشن كويس. النورمال فاليوز بتاعه البي او 2 ايه؟ ما بين 75 ل 100 ملي متر مركري. والاو 2 ساتوريشن، او 2 ساتوريشن بتاع تشبع الاكسجين، الاو 2 ساتوريشن ده لو فاكرين وقت كورونا كان اكتر حاجه منتشره، ونسبه الاكسجين كام وتشبع الاكسجين كام. عارفين الجهاز اللي كان بيتعلق في الصباع ده هو اللي كان بيقيس تشبع الاكسجين. كان مثلا 80% لا محتاج انبوبه مش محتاج انبوبه، الكلام ده كان منتشر وقت كورونا كتير جدا. ادكوسي اوف الالفولار فنتيليشن بقيسها بقى بالبي سي او 2، والنورمال فاليوز بتاعتها ما بين 36 ل 46 ملي متر مركري. طيب لو لقيت بقى ان العلامات ديت سواء كانت كلينيكال او سواء كان لاب، اكيد لو كان كلينيكال باين عليه حاجه لازم نسحب له اي بي جي طبيعي ضروري، ظهر عليه علامات الريسبيراتوري فيلير، لا خلاص هنتقل لمستوى اعلى اكتر من الاوتو ماسك، ان انا ايه هعمل له ميكانيكال فنتيليشن. تمام، يبقى هنا تلخيصا كده، عمليه التنفس دي عمليه يا اما اللنج هي المشكله يا اما الريسبيراتوري سنتر فوق اللي فيها مشكله. انا مهم عندي لو عين جاي لي فيه ديستربت كونشس ليفل اركب له اوتو ماسك، وبعد كده ايفالويت البريدنج عن طريق الكلينيكال، شايفه بقى بعينيا الحاجات اللي انا شايفاها بعينيا، تكبني الانتركوستال ماسل تراكشن، الساينوسس، او باللاب اللي هو بالبي او 2 بريشر بي او 2 والبي سي او 2. طب لو فيه مشكله بعمل ايه؟ ميكانيكال فنتيليشن. نيجي لتالت حاجه والسيركيوليشن، السيركيولاتري، ازاي اطمن على السيركيوليشن؟ انا لما كنا متفقين في الفايتال ساينز ان احنا بعمل ايه، بقيس البلس وبقيس البلاب بريشر. طيب احنا كده كده هنقيس البلاب بريشر وهنشوف البلس، بس هو البلس انت دلوقتي في مستشفى ومعك حاجات تساعدك كتير، فمش مشكله ان انت تعمل باي اي سي جي مونتري. شفت البلس لقيت سواء بالاي سي جي او بالطريقه العاديه بايدينا عادي، لقيت ان الهارت ريت متغير او الريزم متغير، لقيت مثلا برادي كارديا هدي له حاجه تعمل تاكي زي الاي في اتروبين. طب لقيت ان في تاكي ديسريزميا، خلاص يبقى هدي له حاجه تظبط الاريزميا اللي عنده زي الليدوكين زي الفينوتوين. طب ده طبعا بقى ايه، بيبقى في حد كارديولوجيست ولا حاجه بيبقى واقف معي. طيب تمام، ندخل للحاجه اللي هي ايه، البلاب بريشر. لو لقيت البلاب بريشر وانا بقيس فيه مشكله، هو ايه الاخطر اكتر؟ الاخطر اكتر الهايبوتنشن. الهايبرتنشن ممكن ننزلها بحاجات تانية كتير زي مثلا الفلويد والدايوريتيك والكلام ده، بس لو لقيت هايبوتنشن هو ممكن خطيره، لان هو ممكن العيان يدخل في شوك، او ممكن اصلا يكون في هايبوفوليميا من نتيجه الفوميتنج كتير اللي عنده، او ان هو مثلا تعرض لهيموريج. فالهايبوتنشن او الشوك لازم انا برضو اعمل لهم ريسسيتيشن بصوره عاليه. لو هو مثلا عنده هايبوتنشن البلاد بريشر بتاعه واقع خالص، خلاص انا هعوضه ايه بفلويد، هعوضه بحاجه تعمل اكسبانشن للفوليوم او تزود الفوليوم في البلاد بتاعه زي الكريستالويد. زي الكريستالويد بدي له 2، اللي ممكن اديله لحد 2 لتر او لحد ما الضغط السيستوليك بلاد بريشر يوصل لملي متر مركري. طب لو هو بقى عنده شوك وانا اتاكدت ان هو شوك، اصل الشوك دي ستيت اوف هايبوبرفيوجن بتاعه التشو، فالتشو مش عارفه تحصل لها برفيوجن كويس، فهو ممكن يدخل ايه الشوك اصلا ايه مميت على طول، فلازم نعالجها بسرعه. اعالجها بايه؟ علاج الشوك معروف دايما ايه، الدوبامين او حاجه اسمها ديوبتوريكس. ماشي، نيجي بقى ننتقل للخطوه الرابعه اللي هي الدراجز. احنا قلنا على الايروي، البريثنج، التنفس، والسيركيولاتري. قلنا السيركيولاتي مهم عندي ان انا ايفالويت البلاد بريشر، لو كان هايبو بدي له حاجات تزود الفوليوم بتاع البلاد عنده زي كريستالويدز لحد 2 لتر او لحد ما يوصل السيستوليك بلاد بريشر ل 100 ملي متر مركري، او لو الشوك بدي له دوبامين. طب لو الهارت ريت، لو هو برادي بدي له حاجه تعمل تاكي زي الاتروبين، لو هو عنده تاكي ديسريزميا بدي له ليدوكين والفينيتوين. طيب الدراجز بقى اللي عندي دي ايه؟ هي الدراجز ديت دي السلايدز المهمه، يعني ايه لو حد مثلا كان نايم مثلا معايا مهم ان هو يصحى في السلايد دي. السلايد دي مهمه، هي دي شويه اختصاصا بالمركز السمومي، يعني الحاجات التانيه كنا بنعملها مثلا في الجراحه في الحالات التروما، بنعملها مثلا في الحالات الفيرست ايد، لكن هنا مهم قوي ان هي ليها اختصاص شويه بالسموم. بيقول بقى ان احنا في الدرايز اللي هنديها احنا مش عارفين لسه العيان ده بلبع ايه، فانا مش هعرف اديله سبيسيفيك انتيدوت من وهو داخل عليا. انا كل مهمتي ان انا ايه انقذ حياه العيان، اتصرف بسرعه وما ضرش العيان. فلو العيان كان سيف، لو كان الكومه بتاعته سيف، يعني ايه سيف؟ يعني الفايتال ساينز بتاعته ستيبل، كل حاجه كويسه، يبقى خلاص هو هيصحى، هو هيفوق من الكومه دي بعد ما يحصل بويزن اليمينيشن، بعد ما البويزن يخرج من الجسم بتاعه.
طب لو ما كانتش الكوما دي سيف، لو كانت الكوما دي انسيف وعملت له الحاجات الريسوسيتيشن الاول بس هو ستيل انسيف ستيل انستيبل، انا هعمل له ايه؟ هدي له حاجات ولا تضره بس ممكن تفيده، ولو فادته هتفيده قوي. اهم حاجه بديها له يعني مثلا عيان داخل بانون كوما، انا مش عارف الكوما اللي هو جاي بيها دي سببها ايه، فانا مش عارف ادي له سبيسيفيك انتي دوت او سبيسيفيك دراج او حاجه تفوقه، زي مش عارف ادي له حاجه تفوقه مره واحده وانا مش عارف هو عنده ايه اصلا، فبدي له حاجه كده اسمها امبريك. امبريك بديها بقى لكل الحالات، هي مش هتضره بس لو فادته هتفيده قوي. بدي له بقى امبريك حاجه اسمها ايه، كوما كوكتيل. ايه كوكتيل الكوما؟ كوكتيل الكوما دي بديه مع اي حد بقى كوما ومش معروف سببها ممكن تفوقه. ليه؟ لان انا جمعت اشهر اسباب الكوما وبعالجها وبدي الحاجه بتاعتها. والله لو فاق يبقى انا عرفت ان انت كان عندك كذا. يعني مثلا خلونا نضرب مثال، لو العيان كان عنده حصل له هايبوجلايسيميك كوما، فالعيان دخل في كوما وانا مش عارف السبب اللي مدخله في كوما، فقمت مديله ديكستروز فالعيان صحي وفاق، يبقى انا عرفت بقى ساعتها ايه، ده هو كان اصلا هايبوجلايسيميا فلما اديت له الديكستروز فاق، فكده انا عالجته وشخصت الحاجه اللي عنده. او مثلا زي الاكسجين، الاكسجين مثلا لو حد جايب برين هايبوكسي، انا باكسكلود البرين هايبوكسي، هو داخل بكوما ممكن تكون سبب الكوما برين هايبوكسي، فبدي له اكسجين فانا عملت اكسكلوجن البرين هايبوكسي، وبعدين ما ضرتوش خالص، ده بالعكس ده حاجه مفيده. كمان كنا متفقين لو العين كان بانكونشوس ليفل لازم ادي له اوتو ماسك، وبعد كده بايفاليويت البريزنج هل هو كويس ولا مش كويس. وبعد كده النالوكزون. ايه بقى النالوكزون وايه حكايه النالوكزون وليه بندي امبرك؟ النالوكزون بديه لو انا سسبكت حاجه اسمها كاردو بالمونري ديبريشن، لو في عيان شايف ان عنده كاردو بالمونري ديبريشن بديله النالوكزون عشان يفوق. طيب في حاجه كمان، في قصه تانية للنالوكزون، النالوكزون يعتبر انتيدوت لحاجه اسمها اوبيويد او اوبيت. ايه الاوبيت بقى؟ الاوبيت دي زي المورفين، المورفين ده لو اشتغل بيعمل ريسبيراتو سنتر ديبريشن. طيب العيان عمل حصل فيه ريسبيراتو سنتر ديبريشن ودخله في كوما، بس انا مش عارف سبب الكوما ومش عارف ان هو خد اتروبين، بس لما جيت اديت له النالوكزون اللي هو يعتبر الانتيدوت، وبلاش كلمه الانتيدوت، اللي يعتبر بيقفل الريسبتور بتاع المورفين، فالعيان ده صحي. فانا عرفت ايه ده، انت كان عندك ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، الحاجه انت كنت واخدها زي المورفين بس صحيت، يبقى انا ايه عالجت العيان وشخصت الحاجه اللي كانت عنده. او حاجه تانية زي الثيامين، الثيامين ده اللي هو ايه بي 1، فيتامين بي 1 ده كده امبول كده ايه، هنقول كده 100 ملي جرام بدي للعيان، حاجه كده ايه يعني بسيطه خالص مش هتضر العين خالص، لكن لما اديته للعيان لقيت العيان فاق. طب ايه المشكله بقى؟ يبقى المشكله كان عند العين هو ان هو كان عنده ديفيشنسي اوف الفيتامين بي. طب لما ايه هي الاسباب اللي تخلي فيتامين بي يقل؟ فيتامين بي يقل بيقل في حالات المدمنين، لو حد مثلا حصل له اكيوت الكوليك توكسيستي مثلا او كرونيك، الاستخدام الكتير الكرونيك توكسيستي بتاعت الالكوليزم ده بيقلل فيتامين بي 1، ففيتامين بي 1 لما يقل يدخل العيان في حاجه اسمها فيرنكس انكفالوباسي، فالعيان دخل في فيرنكس انكفالوباسي وانت مش عارف مش عارف تتصرف ازاي، بس لما اديت له امبول بي 1 العيان فاق. يبقى انا كنت في العيان فعلا كان داخل في فيرنكس انكفالوباسي وكان عنده ديفيشنسي الفيتامين بي 1، فانا عالجته وشخصته في نفس الوقت. يبقى تلخيصا للوقت كده انا بدي له ايه، بدي العيان هيجي دي له كوكتيل كوما كوكتيل اللي هم ايه الاربع حاجات على بعض، اضهم له العيان فاق كان بها، العيان ما فاقش هندور بقى هندور ونشوف الاسباب التانية اللي خليته ما فاقش، لو فاق انا كده نفعته، طب لو ما فاقش انا كده ما ضررتوش، الحاجات دي مش هتضر. بدي له ايه؟ بدي له ديكستروز، بدي له اكسجين، بدي له نالوكزون، بدي له ثيامين. تمام، يبقى تاني دونت، ديكستروز، اكسجين، نالوكزون، وثيامين. ندخل الحاجه اللي بعدها وهي الاي او الامرجنسي سيرابي. الامرجنسي سيرابي دي تعتبر ايه؟ تعتبر ده علاج اعراض. يعني مثلا انا لو العيان داخل عليا بسيجرز هدي له حاجه انتي سيجر، زي ايه؟ زي اي في ميدازولام. اي في ميدازولام او من عائله الدايازبام، فمهمه عشان هي ممكن تيجي في الاسئله. مهم لو العيان اي جاي مثلا بكونفولجن جاي بسيجرز فدي له ايه؟ انتي سيجر زي الميدازولام. زي او العين جاي بميتابوليك اسيدوزيس، لقيت ان عنده ميتابوليك اسيدوزيس اقل من 7.2، ام ادي له حاجه تعلي البي اتش زي الصوديوم بايكارب. او العين جاي بسريبرال اديما، طبعا انا مش شخص ان العين جاي بسريبرال اديما هتصرف معاه ازاي، طبعا
هديله حاجات تخلصه من الفلويدز اللي عنده زي مثلا ديكساميثازون، الهايبرتونيك مانيتول، الحاجات دي هتعمل. ده هايبرتونيك مانيتول مثلا بيعتبر كدايوريتكس، فيخرج الميه يعني اللي عامله الاديمه. او ان بصعبه بيقول لك اليفيشن للهيد اوف بيد وجيف ديكساميثازون. يعني اليفيشن للهيد اوف بيد طبعا احنا ايه هنشتغل ادويه. طيب احنا دلوقتي كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم عن الامرجنسي ستابلايزيشن. مهم قوي دوري كممارس عام وانا واقف في الامتياز ان انا احول العيان الانستابل لستابل. كده عملته وكده انا عالجت نص، انا يعني مشيت نص المشوار. بعد كده يتعالج بقى الدايجنوزس والحاجات ده ويعرف هو السم عمل له ايه وياخد السبيسيفيك انتيدوت وياخد السبيسيفيك تريتمنت العاديه خالص. لكن اهم حاجه انا هندلت العيان، ما خليتش حالته تسوء وما ضرتش العيان ويمكن كمان انقذت حياته. بعد بقى ما نعمل emergency stabilization البيشنت بيكام ستيبل خلاص. يبقى دي يجي دور بقى الاخصائي السموم ان هو يعرف ايه السبب وايه التايب اوف البويزن ويصرف له السبيسيفيك تريتمنت. فعشان كده برضو هندرس ايه الدايجنوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الدايجنوزس اوف البويزن، ازاي اعرف ان العيان اول حاجه اتسمم، العيان اللي جاي يشتكي لي ده كان متسمم، وازاي اعرف التايب اوف البويزن. اي دايجنوزس في الدنيا كنا بنبنيه على ثلاث حاجات، الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن والانفستيجيشن. برضو هنا برضو هنبنيه على الثلاث حاجات دول. اول حاجه الهيستوري، الهيستوري ايفالويشن. احنا في الهيستوري لازم أن يكون عندنا ايه سابقين العيان بخطوه، لان العيان ممكن ياخد دواء ويكذب ان هو خد الدواء ده. ازاي؟ مثلا زي مثلا العيان جه قال لي انا واخد الدواء اكس، وليكن الدواء اكس ده انا عارف كدكتور ان هو بيعمل تاكي كاردي، جيت اقيس البلس والهارت ريت لقيت ان العيان برادي كاردي، يبقى العيان ايه؟ مفيش حل تاني، العيان بيكذب عليا. يبقى انا ايه اكون سابقه بخطوه. لا خلاص انت بتكذب عليا، خلاص انا هدور على الحاجات اللي انا شكك فيها. يعني مثلا في اعراض شو معينه بتظهر على بعض السموم، بعض السموم بتعمل اعراض معينه، فانا هدور بقى بالانفستيجيشن بتاعتي على الحاجات اللي انا شاكه فيها. طيب لو العيان الكلام متوافق مع الفايندنج اللي انا لقيها اللي موجودة على العيان، خلاص هبدأ start the specific treatment. طيب عايزين بقى نعرف من الهيستوري والسيركمستانسز كده حاجتين، ازاي العيان اتسمم اولا، هل هو مسموم ولا لا، وازاي اتسمم، او الحاجات الدلائل اللي انا لقيتها جنب العيان يبقى تبين ان العيان متسمم. لو هو العيان suspected وانا بشكك فيه وانا واقف في الاستقبال كده، العيان ده ممكن يكون مسموم، ايه هي الحاجات اللي ممكن تخليني اشك؟ اول حاجة ان يظهر sudden appearance of symptoms في عيان healthy خالص، او مثلا group of يعني مجموعة من الناس كلهم يجوا يشتكوا بنفس symptoms. زي مثلا التسمم الغذائي، زي حالة التسمم الغذائي كده، هتلاقي مثلا خمس افراد ست افراد كانوا في حفله مع بعض وجايين يشتكوا من فوميتنج ودايريا. يبقى ايه ده؟ العيانين دول كانوا نفس الاكسبوجر، نفس الاكسبوجر اللي عملت لهم تسمم جابتهم كلهم بنفس الاعراض، يبقى خلاص كده ايه انا هفكر فعلا العيانين دول جايين بتسمم. او هيستري اوف ريسنت بويزن، او استخدام ريسنت بويزن، او استخدام دواء جديد. يعني مثلا زي مثلا لو العيان توصف له او تعرض لبويزن معين جديد، خلينا بس نتكلم لو هو كان دواء اصلا. لو مثلا العيان اتوصف له ديجوكسين جديد، والديجوكسين دوت معروف ان هو نارو ثيرابيوتيك اندكس ولازم الاستخدام يكون بحذر، لكن العيان ما عرفش يستخدم بحذر وعارف ان هو بياخد الدواء دوت، لقيت عليه ظهر اعراض ماشيه مع الديجوكسين توكسيستي، يبقى كده من غير ما اعمل انفستيجيشن انا دماغي فعلا راحت الحته فلانيه، اعمل انفستيجيشن بقى عشان ااكد. او مثلا يجي مثلا العيان الاهل العيانين او اهل المصابين بالشريط بتاع الادويه فارغه وكده، او suspected environment، او مثلا زي مثلا العيانين اللي بيبقوا مثلا في الحقول وكده بيسقوا بالمضادات الحشريه ممكن يتسمموا بالمضادات الحشريه. فلو لقيتنا العيان مثلا لابس البتاع بتاعه المضادات الحشريه ووقع في الحقل بتاعه، يبقى ايه اول حاجه تيجي تخطر على بالي ان هو فعلا تسمم من المضادات الحشريه اللي هو بيعملها. لو كان الكونفيرمد كيسز بقى، لو الحاله بقى كونفيرمد ماشيه مع الهيستوري والعيان قادر يتكلم او الاهله قادرين يتكلموا، لا انا بقى هبدا اسال هو خد الدواء ايه، طيب وفي الدراج ايه، والاماونت بتاعته، والتايم اوف انجكشن خده امتى.
نيجي بقى على الخطوه الثانيه وهي المهمه، هو الكلينيكال اكزامينشن. ودوري كطبيب ان انا بالاكزامينشن بتاعي معرفتش بالهيستوري ان هو مثلا ممكن يكون بويزن، اهله مخبيين مثلا، بس انا ستابلايزيشن عملت العين بس. جيت بقى بالكلينيكال اكزامينشن كده في حاجات تانيه، ده انت واضح وباين ان انت مسموم. وده ازاي هنعرفه؟ هنعرفه دلوقتي. لو السيمتومز والساين ممكن تسسبكت بويزن، بس هي مش هتديلي الديفينيت دايجنوزس. يعني مثلا ممكن تقولي العيان ده مسموم بحاجه معينه، بس مش مسموم، يعني مسموم بس مش مسموم بحاجه معينه. العيان ده فعلا مسموم، لكن انا مش قادر اعرف السم المعين الفلاني اللي عامله. اكيد مش هعمله بالاكزامينيشن، اكيد مش هوصله بالاكزامينيشن. انا ممكن اخمن واتاكد بالانفستيجيشن. خلوا بالكم ان احنا بنتاكد بالانفستيجيشن، الانفستيجيشن هو الديفينيتيف. طيب السيمتومز والساين اللي ممكن ترفع الشك بتاعي زي ايه؟ لو كان سنجل سيمتوم زي الكوما مثلا او الشوك، حاجه كبيره، الكوما او الشوك او الكارديك ارزمه او الفومتنج اللي هو ما بيقفش، بس العيان اصلا كان هيلسي. مثلا عيان داخل بكوما و25 سنه، طب ايه اللي دخله في كوما وهو اصلا ما كانش مثلا معروف عنه ان هو عيان كاردياك، ما كانش معروف عنه ان هو كونجنتال حاجه، ما كانش معروف عنه اي حاجه، هو هيلسي خالص وداخل بكوما. انا افكر ليه ما فكرش ان هو، اشك طبعا ان هو ايه داخل مسموم. او جروب اوف سيمتومز اللي ظاهره او الساينز اللي ظاهره على العيان وفضحته، زي ايه اللي بنسميها بقى التوكسيدروم. التوكسيدروم دي زيها زي السندروم بالظبط. التوكسيدروم عباره عن فضيحه بالظبط، مجموعه من السيمتومز والساينز اللي بتظهر في العيان لو اتجمعت كلها على بعض يبقى بتدي حاجه معينه. زي مثلا خلونا نقرا التعريف بتاعها. دي عباره عن ان هي فينجر برينتس، او اللي هي كان هي بصمه كده، سيمتومز وساينز ولو ظهرت على العيان بتبين لي ان هو كان الاكسبوجر لحاجه معينه. ندي مثال مثلا زي الاوبيويد توكسيدروم. انا عارف ان الاوبيويد توكسيدروم بيعمل تعمل حاجات كتيره مع بعض، فلقيت الحاجات الكتيره مع بعض دي تكونت. هل هي تكونت صدفه في العيان؟ لا مش صدفه، مفيش حاجه صدفه، يبقى العيان فعلا كان واخد اوبيويد. زي مثلا كوما، مايوزس، براديكارديا، برادبنيا وهايبوتنشن. عيان جاي بمايوزس وبرادبنيا وهايبوتنشن، يبقى ايه؟ مايوزس وبرادبنيا وهايبوتنشن، يبقى العيان ده فعلا كان ممكن يكون واخد اوبيويد. الاعراض اللي ظهرت عليك فضحتك. والانتي كولينرجيك توكسيدروم اللي هو بقى ايه؟ اللي هو بيوقف عمل باراسمباثيتك، بتعمل لنا ايه؟ بتعمل لنا مايدريزس، المينتال ستيتس تبقى فيها مشكله، مايدريزس، دراي سكن، تاكي كارديا، رينال ريتينشن، ديكريز الباول ساوندز، الهايبوثيرميا، الهايبرثيرميا، دي كلها توديني الحاجه الفلانيه. بصوا احنا هندرس الحاجات ديت في المنهج بعدين، يعني هندرس التوكسيستي بتاعه الاوبيوت وهندرس التوكسيستي بتاعه الانتي كولينرجيك، بس هو المثال للتوضيح. الانتي كولينرجيك توكسيدروم زي فاكرين اللي هو المثال بتاع زغلوله ناشفه حبس الجزء البصري، فيجي مثلا بتاكي كارديا بالريتينشن، يورينال ريتينشن، الباول ساوندز بتاعته قليله، بيجي بمايدريزس وهكذا. او سيمباسو مايميتكس توكسيدروم زي سايكو موتور اجيتيشن، المايدريزس، الدايفريسس او السويتنج او التاكي كارديا او الهايبرتنشن، دي كلها علامات بتدل ان السيمباثيتك نيرفس سيستم شغال كتير، فهو خد دواء شغل السيمباثيتك نيرفس سيستم. تمام. يبقى احنا قلنا في كلينيكال اكزامينشن مهم عندي ان انا اعرف العيان ده في بويزن ولا لا، وقلنا هنسسبكت ازاي لو كان سنجل سيمتوم ظهر على العيان بس السنجل سيمتوم ده كبير، في عيان كان اصلا هيلثي، او جروب اوف سيمتومز وساينس اتكونت كلها واتجمعت مع بعض وفضحت العيان، ودي اللي بسميها توكسيدروم. وخدنا امثله عليها زي الاوبيويد توكسيدروم اللي بيجي بمايوزس وبرادبنيا وهايبوتنشن، او الانتي كولينرجيك توكسيدروم اللي بيجي بمايدريزس وتاكي كارديا ورينال ريتينشن وديكريز الباول ساوند، او سيمباسو مايميتيك توكسيدروم زي بيبقى بيجي بسايكو موتور اجيتيشن او مايدريزس او دايفريسس او تاكي كارديا او هايبرثيرميا او هايبرتنشن. يعني سيمباثيك شغال كتير. نيجي بقى على اهم حاجه وهي الانفستيجيشن. طيب العيان دلوقتي تحت عينيا، مهم ان انا اعمل له انفستيجيشن روتين اطمن على العيان، انفستيجيشن عشان اطمن على العيان، وانفستيجيشن عشان اشخص البويزن اللي عنده تبقى سبيسيفيك. اطمن على العيان بحاجه اسمها روتين انفستيجيشن. الروتين انفستيجيشن ديت زي ايه؟ زي الحاجات انا بس بعملها، السيستم اللي عنده شغاله كويس، الانظمه اللي عنده شغاله كويس. يعني مثلا لو ادينا مثال سي بي سي،
تمام الدنيا تمام ولا لا، الكوجوليشن بروفايل، بايو كيميكال زي الاي بي جي، السيرم جلوكوز، السيرم الكترولايت، بدور على الاورجان فانكشن زي مثلا الليفر فانكشن، الكيدني فانكشن، الاي سي جي، كل حاجه تمام. هل كل حاجه تمام ولا مش كل حاجه تمام؟ طيب ايه الحاجات بقى السبيسيفيك، ودي اللي تهمني بقى شويه بما اني انا بدرس اصلا سمو. السبيسيفيك يبقى انا بدور على الليفل بتاع حاجه معينه. يعني انا مثلا في الهيستوري وفي الانستجيشن دورت وشكيت في 2 3 4 فعملت له تحاليل ل 1 2 3 اشوف هو عنده ولا لا. بص في نوعين بقى من السبيسيفيك دول، في نوع كوانتيتيف وفي نوع كواليتيتيف. الكوانتيتيف من اسمها كوانتيتي، يعني بيقيس الكميه، بيقيس الدراج ليفل، الدراج موجود عندك بصوره قد ايه. يعني مثلا موجود منك وليكن يعني الدراج هنقيسه بوحدات، موجود عندك 3 وحدات 4 وحدات 5 وحدات 6 وحدات، انا بقيس الدراج ليفل. لكن الكواليتيتيف اللي هي بالال بتقيس هل الدراج بتاعك موجود ولا لا. يعني ايه؟ انت موجود ولا لا، الدراج موجود ولا لا، انا مهمنيش الليفل، موجود ولا لا، موجود كنبه مش موجود كنبه. والكواليتيتيف بتبقى اسهل ونتيجتها اسرع وبطبقها على عدد كبير. يعني مثلا لو انا جبت مثلا 50 شخص وشك ان الخمسين شخص دول كلهم مدمنين مخدرات مثلا، وحللت لهم، هحللهم بالكوانتيتيف ولا الكواليتيتيف؟ احسن الكوانتيتيف ولا الكواليتيتيف؟ احسن الكواليتيتيف، نتيجته اسرع، هيعمل سكريننج تيست، هو يعتبر سكريننج تيست، هيديتكت هو موجود ولا لا. لو موجود بقى تعالى نقيس الليفل، لو مش موجود خلاص تعالى خلاص بر. تمام، مفهوم الحته دي؟ ما لما نذكرها هتوضح اكتر. الكوانتيتيف استيميشن او الدراج سكريننج، الكواليتيتيف اقصد سوري، الكواليتيتيف او الدراج سكريننج، الكواليتيتيف انا بعرف الدراج موجود ولا مش موجود، موجود هنتصرف ونقيس الكوانتيتيف نشوف موجود بانهي ليفل، مش موجود خلاص. الكواليتيتيف بقى هو عباره عن انا بستخدم بيولوجيكال سامبل، حاجه من العيان زي اليورين كده، هو غالبا يورين، هل موجود الدراج ولا لا، زي مثلا بريجننسي تيست كده، زي تحليل بريجننسي تيست اللي هي اليورين كيت اللي بتتعمل في البيت، او تحليل السيرم بتاع البيتا اتش سي جي. تحليل السيرم بتاع البيتا اتش سي جي بيوري لي الليفل فعلا، هل هو مثلا قد ايه. لكن اليورين هو بس عباره عن موجود في حمل ولا ما فيش حمل. فاليورين دراج سكرين انا هنا برضو بستخدم اشهر حاجه اليورين دراج تيستينج، هو الموست كومن مودالتي للدراج سكرينينج. بس انا ممكن استخدم حاجات تانية زي السويت، زي الهير، زي النيل، زي البلاد، زي البريس، زي السلايف، لكن اشهر حاجه هي اليورين. طيب هي الدراج تيستينج دوت بستخدمها ايه؟ بستخدمها للديتكت الريسنت يوز اوف ا سبستانس. انا بستخدمها عشان اديتكت الريسنت يوز اوف ذا سبستانس، او بستخدمها كمان في رول في الدياجنوزس. تمام، لو لقيت هي موجوده خلاص بنتقل للكوانتيتيف او تريتمنت او الفولو اب اللي هي الاحسن، اللي هو المونيتورنج. لو مثلا واحد شخص اديكت فانا عايزه اقيس له هل الموضوع، هل هو بياخد ولا لا، يعني هل هو بياخد مثلا مورفين من بره ولا لا، او هو بياخد اي ماده مثلا تعمله اديكشن ولا لا. مش هاخد كل شويه اقيس له الكميه اللي موجوده في الدم، انا هقيس له هل هو موجود في اليورين بتاعه ولا لا. فهو بيديتكت الريسنت، لان هو بيديتكت الريسنت يوز. تمام، التست كان بي يوزد للدياجنوزز، ممكن استخدمه كدياجنوزز بس مش هو مش كونفيرماتوري. برضو الكونفيرماتوري هو كوانتيتيف. ليه؟ لان هو ممكن يطلع لي ريزلت، اتنين ريزلت. لو طلع لي بوزيتيف ريزلت، البوزيتيف ريزلت دي معناها ايه؟ معناها ان هو، معناها مش معناها ان مثلا السم ده هو اللي عمل الكوما، لا، معناها ان هو كان عنده كميه كافيه تخرج في اليورين بتاعه وتعمل التست بوزيتيف. بس ببساطه كده، ليه؟ لان هي مش تيبيكالي انديكيت ان السبب اوف الكوما، يعني هو عنده كوما وحللت له مثلا، هو ممكن يكون مثلا ادكت لدواء معين، ادكت المورفين مثلا، وحللت له ولقيت عنده مورفين، ولقيت عنده مورفين فعلا، في مورفين، هل انا هنا هقول سبب الكوما هنا مورفين؟ مش هقدر اقول كده، مش هقدر اقول كده، لان انا ما حللتش الكوانتيتيف، وممكن يكون السبب تاني خالص. فهو عباره عن ان هو بيقول هو فعلا عنده enough amount ظهرت في اليورين بتاعه وعملت التست بوزيتيف.
لكن هل هو فعلا سبب الكوما هو البويزن او هو الحاجه دي؟ لا، هو مش تيبيكالي انديكيت كذا، هو بس بيوجهني لو هو بوزيتيف اعمل بقى الكوانتيتيف. طب لو نيجاتيف، هل معناه ان هو ما استخدمش خالص؟ يعني ما استخدمش خالص، ما عندوش في دي خالص؟ لا، لو حتى هو كمان طلع نيجاتيف، ده معناه ببساطه شديده برضه ترجمه حرفيه ان هو ما كانش عنده كميه مناسبه ظهرت في اليورين بتاعه فما خلتش التست بوزيتيف. يبقى تاني، لو ظهرت النتيجه بوزيتيف يبقى هو كان عنده كميه كافيه ظهرت في اليورين وعملت التست بوزيتيف. طيب لو نيجاتيف يبقى ما كانش عنده كميه كافيه تظهر، فهو ممكن يكون استخدم بس استخدم بكميه اقل، او لسه اصلا مستخدم ولسه السم او الحاجه اللي هو خدها ما لحقتش تظهر في اليورين. نيجي بقى نقول الدروج ليفل، الكميه قد ايه بالظبط. الكوانتيتيف، الكوانتيتيف دي بقى بستخدمها في سسبكتد دروج اوفر دوز، لو انا شاكك ان في دروج اوفر دوز، او ان انا ايفالويت النيد للانهانسد اليمينيشن. يعني مثلا ممكن يكون محتاج حاجه زي ان هي تعمل انهانسد اليمينيشن، لسه التوكسين موجود في دمه عشان كده انا محتاج اعمل له انهانسد اليمينيشن. طبعا السسبكتد دروج اوفر دوز عمالين نقول ان انا في الهيستوري او الكلينيكال اكزامينشن بقعد افكر في حاجه معينه في حاجه معينه وفي اخر بقيس. انا هنا بقى بقيس الليفل بقى، لو هو موجود بالليفل اللي يعمل توكسيستي يبقى انا فعلا هو فعلا اوفر دوز للدراج ده، فببدا اسورت التريتمنت بتاعتي وسبيسيفيك تريتمنت للدراج ده، او ان انا ايفالويت النيد اوف انهانسد اليمينيشن. يبقى انا فعلا عارف مثلا ان هو متسمم بسم معين، لكن السم دوت عايزه اشوف هو محتاج انهانسد اليمينيشن ان انا اخرجه من جسمه ولا لا. تو ايفالويت النيد اوف الانهانسد، تو ايفالويت النيد اوف الانهانسد اليمينيشن. طب التوكسين ده بقى بقيسه ازاي؟ بقيس التوكسين اكستراكشن من اليورين، من البلوت، من الهير، من المقنيه، من الصلايب، بطرق معينه. انا ما اعرفش الطرق دي مهمه، ممكن تجي لكم ام سي كيو ولا لا، بس بتهيالي يعني مش مهمه قوي، ما لهاش اهميه يعني كتيره، ما لقيتهاش في اسئله ام سي كيو، بس ايه هنحاول نسكمها في حاجه بسيطه. انا دلوقتي بدرس الطرق اللي احنا نعمل بيها الكوانتيتيف ميثود، زي ان احنا نعمل حاجه سن، حاجه جاز، حاجه هاي، حاجه ميس. تاني، حاجه سن، حاجه جاز، حاجه هاي، حاجه ميس، ماشي. وبعدين نعمل انزيم ميديتد اميونو اسي. طيب ثين لاير كروماتوجرافي تي ال سي، مختصره بقى بتي ال سي، تي ال سي اخرها سي مع الاسيتامينوفين، تمام، بقيس بيها الاسيتامينوفين. الجاز، الحاجه الجاز، سن جاز، هاي ميس، تمام. الجاز مع جاز ليكويد كروماتوجرافي مع جي ال سي، ده مع البنزو، جاز مع البنزين، بنزو دايزبين والانفيتامينز، تمام، مع البنزو دايزبين والانفيتامينز، تمام. مع الهاي، الهاي برضو مع البنزين، البنزين يعني ثمنه غالي، فمعاه برضو هاي، هاي ايه؟ هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، تمام، بستخدم برضو بنزو دايزبين. حاجه ماس، ماس سبكترومتري، سبكترومتري ده الماس اللي هو يعني حاجه عملت فوضى مثلا، فالحاجه اللي عملت فوضى اللي هي ايه؟ الكونفولجنت مثلا، فبقيس بيها الانتي كونفولجنت او الانزيم ميديتد اميونو اس. تمام كده خلصنا المحاضره بتاعتنا الحمد لله، والجزء الثاني من المحاضره كان مهم قوي ان انا اعمل دايجنوزس، وقلنا ان مهم عندي ان انا اعمل دايجنوزس هل العينه تسمم ولا لا، وتسمم بايه. المهم في الكلينيكال اكزامينشن ان انا سسبكت حاجه معينه سواء كان سنجل او التوكسيدروم اللي بتفضح العيان، وبالانفستيجيشن عرفنا ان الحاجات اللي بعمل حاجات اطمن بيها العيان، واعمل حاجات اشوف فيها الكميه، بشوف فيها هل التوكسين موجود ولا لا وكميه التوكسين. نيجي بقى نبدا نحل الاسئله. بيقول the most important priority، الاولويه، اهم اولويه في المانجمنت اوف الاوفر دوز بويزن هو ايه؟ هل الكلينيكال كونديشن ولا الحاجه السبيسيفيك انجريدينت اوف توكسين، او السكس، او الروت اوف التوكسين ادمنستريشن؟ هو اول حاجه يجي بذهننا احنا هنعالج البويزن، ان هنعالج البويزن ولا لا، احنا مالناش دعوه بالبويزن، كل الحاجات ديت ليها علاقه بالبويزن الا الكلينيكال كونديشن. انا فعلا انا هعالج البيشنت نوت البويزن، يبقى الكلينيكال كونديشن اوف ذا بيشنت. يبقى الاجابه رقم ايه؟ patient came to the emergency room with altered mental status seizures and initial treatment of the of this case. يعني عيان جالي الemergency room altered mental status سيئة وفي seizures، اول حاجة هعملها ايه؟ هل هعمله gastric lavage ولا هعمله activity charcoal ولا هعمله emergency stabilization ولا هديله specific antidote؟ كل الحاجات التانية ما عدا سي، الاجابة هي رقم سي، كل الحاجات التانية ما عدا سي
تبقى ليها علاقه بالسم. انا عارف السم مثلا فاعمل له اكتيفيتي شاركول او هدي له جاستريك لافاج او هدي له سبيسيفيك انتيتود، لكن هنا المشكله انا اول حاجه هعملها ان انا هعمل له ستابلايزيشن لان هو كده انستابل. نيجي بقى للاسئله الثانيه. نالوكزون، النالوكزون اللي هو كان سبيسيفيك انتيدوت ده اللي كان في الكوما كوكتيل جيفن توكسيك بيشنت هو هاز التيرد مينتال ستاتس وذ ريسبيراتوري كومبرومايز، هل هدي بدايجنوز الاوبيت او باكسوكلود الاوبيت؟ احنا قلنا دايجنوز اكسوكلود او ان هو يريفرز الكوما وذ كارديوبالمونري ديبريشن. قلناها برضو ان هو بيريفرز اني كوما وذ كارديوبالمونري ديبريشن، يبقى الاجابه اي وبي وسي كل ده. طب the drug of choice in convulsion secondary toxin، لما يبقى العيان جاي بconvulsion secondary toxin انا اول حاجة بديها له ايه؟ فاكرين ال IV ميدازولام، ايوه اللي هو ايه؟ diazepam، من عيلة diazepam. الاجابة رقم ايه؟ all of the following are essential في التريتمنت بتاعة الانون كوما ما عدا ايه؟ لو الانون كوما بعمل ايه؟ بدي ايه؟ بدي الكوما كوكتيل اللي هي ايه؟ don't، ما عدا ايه؟ الكوما كوكتيل دي فيها الدكستروز والثيامين موجوده، الاتروبين موجوده، لا الاتروبين مش موجود، والنالوكزون موجود، يبقى الاجابه رقم سي هو ملهوش علاقه بالكوما كوكتيل. بس كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، واشكركم على حسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق يا رب.